اكبر ميناء اللي هو طنجي ميناء كاين الشبكه الطرقيه اللي كتوصل كتربط ما بين المغرب والهوايه كاين سميتو الشبكه الحديديه الطرق الحديديه الشبكه الحديديه ديال الطرق الحديديه اللي كتبدا كاينه في طنجه توصل حتى للمطار كاين سميتو المطارات اللي كاين مطار ديال بومطوطرا شفت التوسعه ديالو مؤخرا اللي هو مطار دولي كي يستقبل السياح ولا المستثمرين اكثر ف وكتميز من طرفها فيها الصناعه اللي هو فيها ثاني قطب صناعي اللي هي طنجه وفيها السياحه اللي تعتبر بلي راه واحد المنطقه اللي هي جميله خاصه هذا البحر هذا الجبال جوج ديال القرى البحر المحيط من هذه الجهه ومن هذه الجهه فيها احسن شواطئ قريبه لاوروبا قريبه لاوروبا مشروع مؤخرا اللي هو يربطوا بين اوروبا والمغرب القنطره اللي عندنا كاين العريس ان شاء الله من هنايا تمايا ما شحال هذا تيلعبوا اللي مشاو تحت اللي مشاو غير تما صراحة سميتو الجهه ديال تطوان تطوان طنجه العظيمه صراحه ما عرفتش زعما علاش الثقافه المقاومتيه بقى فيها ضعيفه وهذا هو الهدف ديالنا حنايا هو ننميو هذه الثقافه المقاومتيه ديال في الجهه اذا باش نرجعوا فكما قلنا القروض كي تتفرقوا لجوج انواع القروض اللي هي شرفيه اللي كيكون فيها طول انتيري زيرو كمثال فرصه مثال اخر اللي هو مبادره لا راجل اللي كاين عندكم نورمالمون نسولو شكون اللي عارف العرق شكون اللي عارف العرق شنو مبادره كيعرف العرق شنو مبادره حتى واحد ها